قبل ما نروح لذكريات حضرتك مع الأهلي وأبرز المحطات وكل الحاجات الحلوة دي، خليني أسألك برضو على امبارح كان في مباراة بين الأهلي وادي دجلة والأهلي كسب 2-0. عايز أعرف رأي حضرتك في المباراة، إيه أهم مكاسب المباراة من وجهة نظرك؟ بص، هقول لحضرتك حاجة. النادي الأهلي مش عايز أقول الفترة اللي فاتت دي يعني في ضغوط كبيرة جدا على النادي الأهلي، سواء من على الإدارة أو على الجهاز الفني أو على الجهاز الإداري واللاعبين، في ضغوط كبيرة جدا عايز أتخرج النادي الأهلي عن تركيزه في الهدف، الهدف بتاعه. النادي الأهلي طبعا احنا عارفين طول عمره ليه هدف واحد، إن هو يكون رقم واحد، واخد بال حضرتك إزاي؟ ففي عوامل عايزين نقول يعني بتسبق أي أحداث. النادي الأهلي عشان الناس كلها تبقى عارفة، محدش هيتفوق عليه الا اذا النادي الاهلي هو الوحش، يعني هنقول باللغه بتاعت الكوره، انا بحب دايما اتكلم باللغه بتاعت الكوره، لما حد يتفوق او حد هيبقى منافس او ند للنادي الاهلي في الفترات اللي النادي الاهلي فيها هيبقى هو اللي مش كويس. عمر ما حد يتفوق. انا يعني عشت عمري كبير جدا من قبل حتى ما اروح النادي الاهلي، من ولد صغير قبل ما العب كوره والكلام ده كله، عمري ما شفت النادي الاهلي حد يتفوق عليه كرويا والنادي الاهلي كويس. دي نقطه لازم الناس تفهمها كويس قوي، ان النادي الاهلي طول ما هو في حالته الفنيه والبدنيه والذهنيه والكلام ده كله، ان هو يبقى بيقدم مباراه كويسه وحد يتفوق عليه يعني ما شفتهاش. والنادي الاهلي مش هيسمح يا كابتن للي بيحاولوا يشتتوا الانتباه او ان هم يعطلوه في مرحله مهمه وحاسمه واحنا داخلين على افريقيا، احنا مش هنسمح انه ده يحصل. بالظبط كده. فحتى الدليل على كلامي دوت، النادي الاهلي لما كان بيلعب فرق كبيره زي ريال مدريد وبرشلونه واي سي روما والكلام ده كله، لما كانت حاله التركيز بتاعت اللعيبه كويسه انت كنت تتفوق على الفرق الاوروبيه دي. صح. ده اكبر دليل لكلامي اللي انا بقوله. صح. فهي الفترات بس اللي النادي الاهلي بيبقى فيها معلش في عنصر خارجي بيحاول ان هو ياثر عليه، هي الفترات ديت اللي بتبقى الامور